أعوذ بالله منكم يا الرجاجيل. ليش؟ إيش فيهم؟ إيش فيهم؟ أول ما الوحدة تعطيكم الأمان تروحون تتزوجون عليها على طول. خير؟ وش فيك؟ لا بس ترى مو بصحيح. هلا صحيح؟ تعرف صديقتي فاطمة؟ رجلها خطب ويبي يتزوج عليها. وحدة شينة. يخسه. اي والله الله يخسه. بس يا حبيبتي ترى يعني اصابعك مو بسوء. وانت يعني بعد لا تقعدين تعممين على كل الرجاجيل. انا ما ادري شلون فاطمة الحين متحملة هالقهر هذا كله. تدري انا لو مكانها وزوجي بيعرس علي وش اسوي فيه؟ وش تسوين يعني؟ وش تسوين فيه؟ اجيب قدر وفيه مويه حاره مغليه وكب على وجهه نايم. ايش فيك؟ لا بس يمكن يعني يمكن يموت وتروحين فيها. خله يموت، خله يموت ولا اموت وانا حيها من القهر. ولا اقول لك ازين شيء اجيب ساطور. ساطور؟ هي ساطور ورنه على جبهته وفهم مخه اللي ما فكر فيني وش كثر انا صبرت عليه. اني انا ما احب الدمان. حتى ما احب الدمان. تدري وش اسهل شيء؟ اجيب سم فيران واحطه في الكبسه. والله فكره. اي والله احسن من الدمامين وخرخره الدمامين و... كبسه دجاج ولا كبسه لحم؟ كبسه حاشي اللي تحبها. حر يوم ولا يتهيأ لي؟ لا والله مكيفات زينة وجزينها. انت بس تكون حران وتجي يعني